أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل ثبت أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال بأن بعض المشركين يعذرون بالجهل، وما هو ضابط العذر بالجهل؟ ما رأيت هذا، ولكن أنا أشوف الحين كثر الكلام في الجهل، يعني كأن ما بعث رسول ولا نزل قرآن ولا سنة ولا شيء، كل هذا يتجاهل الآن. الجهل زال ولله الحمد ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنزول القرآن، وبالأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإلى متى الجهل؟ إذا قدر إن واحد يعيش في مجاهل ما يصل إليها قرآن ولا يصل إليها شيء ولا يسمع بشيء، باق على خلقته الأولى، ما بلغه دعوة رسول ولا شيء، هذا هو الذي يعذر بالجهل. أما غالب البشرية والأرض اليوم عمها سماع القرآن في المذياع وفي غيره، فما بقي الآن عذر بالجهل، ما بقي عذر بالجهل، مع أن اللي يقولون أنهم معذورون بالجهل يحفظون القرآن أغلبهم، وبالقراءة العشر يمكن يحفظ القرآن، ومع هذا يدعو الميت ويستغيث بالميت، وين الجهل؟ نعم.